مرحبا فيكم في قناتي الرسم المتواضعة، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. أنا اسمي محمد من سوريا، عايش في تركيا، وهوايتي الرسم والديكور المنزلي. رح نتعلم مع بعض الرسم، وكل يوم رح أنزل فيديو على قناتي الساعة 10 المساء. رح أستعرض معكم رسوماتي من أول بدايتي في الرسم. هيدي أول رسمة برسمة، وهي كل رسوماتي بعد شهر كامل من التعب والجهد يلي اشتغلته على حالي. رح أعيدكم لحتى تشوفوا باقي الرسومات. وهي الرسمة اللي رسمتها وقت زلزال سوريا وتركيا. وهي الرسمة اللي رسمتها لأحد المتابعين. هاي سلسلة سبونج باب سكوير بانز. سبونج باب بسيط، شفيق، شمشون، كارن، مستر سلطع، لؤلؤة، ساندي، مدام نفيخة، سريع. وهي الرسومات بعد 6 أشهر من التعليم والرسم المستمر. هاي أول رسمة بوتري برسمة في حياتي. هاي الرسمة رسمتها على غلاف الدفتر. وآخر شي، هاي أكتر رسمة رسمتها في حياتي. حسيت بعد ما رسمتها إني تعلمت الرسم. اسم الله. أعجبكن الفيديو.